الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم له قدر عند ربنا جل وعلا ما لا يتصور أبدا عند عاقل. بل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله تبارك وتعالى إلى الناس كافة له مكانة وله قدره عند ربنا تبارك وتعالى أن يتخلى كل إنسان على وجه الأرض، بل كل مخلوق على وجه الأرض عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يتخلى عنه ربه جل وعلا الذي أرسله أبدا. فلم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، بل وقد ينادى على كل الأنبياء بأسمائهم المجردة، فقال تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح يهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى لا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فلما أراد أن ينادي على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي، ربك ينادي تبارك وتعالى بمحمد بمحبة رسول الله عند الله. لم ينادي رسوله باسم محمد، والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. سبحان الله، وما نادى رسوله صلى الله عليه وسلم باسم محمد إلا بكرينة الرسالة والنبوة. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول، الله أكبر، وما محمد إلا رسول. سبحان الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الرسالة والنبوة مع الاسم محمد صلى الله عليه وسلم لمحبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم ارزقنا المحبة الحقيقية لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا المحبة الحقيقية لرسولك صلى الله عليه وسلم. أريد أن أختتم خطبتي بقول الشاعر: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.